اختتم وفد هيئة الصحة في دبي برئاسة الدكتور أحمد بالكلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات اختتم زيارته لمعرض إكسبو أستانا 2017 حيث اطلع على أفضل الممارسات الطبية في التعامل مع الفعاليات الكبرى وتعرف على تجربة مدينة أستانا في هذا المجال. وأكد الدكتور بالكلبان أهمية الزيارة التي تأتي في إطار الاستعدادات المستمرة لهيئة الصحة بدبي لاستقبال إكسبو دبي 2020 لتعزيز خطتها الاستراتيجية والتشغيلية لضمان تحقيق أقصى درجات الحماية والسلامة لزوار دبي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ساهمت بشكل فاعل في التعرف على التحديات التي قد تواجه الفرق الطبية في تغطية الفعاليات الكبرى والحلول المبتكرة للتعامل معها والاستفادة من تجارب الدول التي سبق واستضافت هذا الحدث العالمي الذي يستقطب ملايين الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم. وأزار الوفد أيضا جناح دولة الإمارات في المعرض والذي يشهد إقبالا كبيرا من الزوار للاطلاع على تاريخ وحضارة الدولة والمعروضات المختلفة في جناحها.